يجي ملف الحرب الروسية في أوكرانيا. أهلا بك دكتور مرة أخرى. في طبعا أكيد سؤال عن التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ولكن هل في تغيير بالتكتيك الروسي فيما يتعلق بالتقدم والسيطرة على بعض المدن؟ ما زالت روسيا تحاول طبعا، يعني شايفين ليبتسي اللي هي موجودة في الشمال كجزء من خاركيف، لأن بوتين يهمه جدا الاستيلاء زي ما تحضرتك على الجزء الشمال الغربي الذي يضرب في اتجاه كييف مباشرة. كل هذا قبل مساعدات. لا ننسى أن مؤتمر الذي يتم في براغ اليوم يحسم نقطة مهمة للغاية، ليس فقط دعم أوكرانيا ولكن السماح لأوكرانيا بواسطة أكبر عدد من الدول الداعمة لاستغلال الأسلحة الصاروخية بالذات أو النيرانية ذات المدى البعيد لأن تستخدمها الأقصى مدى ممكن لها ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية، مصادر النيران بالذات تحديدا. فهنا روسيا بدأت تفكر بالفعل، أنا إزاي أتم أقوم بردع هذا القرار أو أجهده قبل إعلانه أو حتى أثناء تنفيذه. فهنا التكتيكات الروسية ما زال مضطر أنه بيحاول أنه يتقدم. تشدني أنا بقى ليمان، ليمان فندم بالضبط زي أفدييفكا، وهي لابد أن يستولي على ليمان وأفدييفكا وبخموت لأن فيها العقد الاستراتيجية شبكة المواصلات. من يملكها في الجانبين يسيطر أكثر على القدرة على إمداد القوات ودعمها أثناء القتال ويسمح لها بالتقدم لمسافات أبعد. لكانت غارت خلطة روسيا في البداية أنه كان بيبعت قوات في العمق غير قادر على التعاون معها لا بالنيران ولا حتى مدها لوجستيا. فده يمكن من أهم التطوير ليمان. وما في قبل الساعات كان في خبر نقلا عن مصادر أوكرانية أنه روسيا تحشد مرة أخرى في منطقة خاركيف، بتحشد شمالها. وده يمكن قلناه من يومين فعلا وحب أكده بعد إذن حضرتك، إن في قوات روسية في بولغرود على مسافة 90 كيلو تحديدا من خاركيف أو من الحدود بمعنى أصح. قوات دي مكانها بيسمح أنت بتحضرتك بتعمل دي بنسميها مناطق الانتظار الأمامية في مناطق أمنة داخل العمق الروسي. أما بتضعها بهذا الأسلوب بنضعها بأسلوب إنها قادرة على التقدم على أكثر من محور، المحورين أحدهما في اتجاه خاركيف والآخر في اتجاه سومي شمالا. شاف هذاك لبسي كده شمالها نسبيا للأعلى وفي نفس اتجاه الغرب يعني يوازي كييف نسبيا. هذه القوات حتى القيادة الأوكرانية بتحتمل إنها مجهزة إنها بالفعل تتقدم وتهاجم لتوسيع ثغرات الاختراق والأراضي المحتلة عليها في تلك الأجزاء. طب الآن كيف بدها تواجه روسيا؟ أنت يعني عرجت على ذلك كل هذا التدخل الغربي الآن، وإحنا بعد ما تجيب عن هذا السؤال في بدنا نحكي عن صاروخ فرنسي أيضا ربما ستدعم فرنسا أوكرانيا به، بس قبل ذلك كيف لروسيا أن تواجه كل هذا التدخل الغربي الآن؟ أنا لو مكان روسيا هعمل إيه؟ أقول لحضرتك أنا قدامي الآن توسع روسي، توسع أمريكي عفوا، والنيتو بإعادة انتقال من يستطيع حمل رؤوس نووية سواء الصواريخ والإف 16 من وجهة نظر روسية أنها قادرة بقنابلها أن تحمل رؤوس نووية تكتيكية. طيب لو كانوا دي أفكر كالآتي، على المستوى التكتيكي التعبوي داخل أوكرانيا، على المستوى الاستراتيجي على الجبهات بالكامل زي ما قلت لحضرتك الاستيلاء على ليمان دي مهمة جدا، استكمال إسرائيل عليها، استكمال إسرائيل على أشرتين وأفدييفكا، توسيع القتال في اتجاه خرسون، الاستيلاء على سومي وعلى خاركيف أكمل حدوة الحصان التي كانت موجودة من قبل، وسرعة الوصول لخط تعبوي هام جدا هو كراماتوريسك سولفيانيس كراماتوريسك وكوستانتينيفكا. هذا في الداخل فضلا على قصف أي مصدر نيران ممكن من أسلحة الدعم بعيدة المدى وصلت أو على وشك الوصول ممكن استهدفها. الأمر الثاني وضع القوات الفرنسية التي قادمة سواء لتشكيل قوات جديدة أو لتدريب العناصر الطبية وعناصر المخابرات والتدريب على صيانة واستخدام الأسلحة تحت ضغط نيراني وليس استهدافها بشكل مباشر، إن أشعرها دائما إن أنا قادر على إطالتها وقادر على ضربها، وإذا ظهرت في القتال بشكل أكثر من ما هو مفروض إن أنا ممكن أضربها ليس الضرب المباشر. الأمر الثالث على المستوى الاستراتيجي إن أنا حضرتك شوف التواجد الروسي فين، تخيل عنده قاعدة في حميميم وطرطوس، تخيل لو وضع فيها أسلحة نووية أيوة ستقلب الدنيا على
شرق المتوسط. تخيل أنه دلوقتي فعلا تقريبا في اتفاق على تواجد عسكري في السودان وفي ليبيا. أفريقيا صح. ده يضرب في أي قوة أوروبية، ويمكن نتكلم عن القوات الأوروبية في البحر الأحمر من خلال السودان. ليس ضرب عسكري، يكفي أن أنت موجود وأنه يتواجد في ليبيا. ليبيا دي ليه ليبيا؟ إيه ليبيا أهميتها؟ هي الخط المتوسط الذي يقسم شرق المتوسط وغرب المتوسط. كل ده أعتقد هيفكر في المساجين اللي بدأوا يتطوعوا، العمليات النفسية لابد أن تخترقهم. أعتقد هيفكر بهذا الأسلوب وأشياء أخرى لا يسعنا الوقت.